اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث عراقي. كنا في الحلقه السابقه قد بدانا الحديث عما جرى خلال تظاهرات التيار الصدري وما بعده، يعني المواجهات المسلحه، وبدانا بالحديث عما جرى فعلا ولماذا جرى وكيف جرى. وصلنا إلى الحديث عن تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في عام 2019 بعد الثورة، في عام 2020، يعني بداية عام 2020 ربما، وفي نهاية عام 2019 بعد ثورة تشرين عموما، واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وجرت الانتخابات ما سمي بالانتخابات المبكرة في الشهر العاشر عام 2021. هذه الانتخابات في العام الماضي أفرزت ما يلي: أولا، أفرزت أن الشعب العراقي قاطعها بشكل كبير، أكثر من 85% من العراقيين لم يذهبوا، ممن يحق لهم التصويت لم يذهبوا للتصويت، وقاطعوا هذه الانتخابات كموقف واعي وموقف مدرك وقرار في المقاطعة لهذه العملية السياسية ولكل مخرجاتها ومنها الانتخابات، ما يسمى بالانتخابات. مع ذلك قالوا، هم زوروا، قالوا أن الانتخابات شارك فيها 40%، أوجه البيان ما له السفارة الأمريكية يؤيد والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وكلام كذب بكذب وقصص كاذبة، كانوا يريدون تمرير الانتخابات بأي طريقة ومررت. وإذا النتائج تكشف أن التيار الصدري هو له حصة الأسد، و73 مقعد حصل التيار الصدري، وبدأت المشكلة هنا تتفاقم. كنا نتحدث في الحلقة الماضية أنه خطوات التصعيد كانت تزداد سرعة، وكان ترتفع معها الأصوات وترتفع بها والناس كانت تتوقع المواجهة، وإذا بهذا يعني دق ناقوس الخطر. بدأت المساومات وبدأت المشاكسات من هنا، تزداد عمقا وتزداد حدة. ما سمي بالإطار التنسيق الذي وقف ضد التيار الصدري، وهناك ما يسمون نفسهم مستقلين، طبعا هذه كذبة المستقلين كذبة كبيرة ولندعها، يعني حاولت كل الأطراف أن توحي بما فيها، حتى التيار الصدري تحدث بهذا الموضوع، والحكومة ومصطفى الكاظمي وفازوا مستقلين، كذبة كبيرة. هؤلاء ليس لهم علاقة لا باستقلال ولا علاقة بثورة تشرين ولا لهم علاقة بالمتظاهرين، هؤلاء مجموعة منتمية إلى أحزاب السلطة ودخلت إلى الانتخابات بشكل فردي ودعمت من قبل هذه الأحزاب وفازت وظلت واجهة معينة تسمى مستقلة يستفيدون من عندها في مواجهات معينة في مواقف معينة، وجاء هذا الموقف المعين. لذلك دعا مقتدى الصدر في وقتها، قال إن المستقلين ليقفوا معنا لكي نشكل الحكومة وننتخب، طبعا جرى انتخاب رئيس البرلمان تعيينه الحلبوسي، وكان المفروض يعني يتم انتخاب رئيس الجمهورية تعيين رئيس الجمهورية، وبالتالي يتم انتخاب اختيار رئيس الوزراء. هنا بدأت المشكلة، هؤلاء شكلوا ما يسمى بالإطار التنسيقي ضدها، وقالوا أن هناك الثلث المعطل، وبدأت تعطيل هذه القضية، لا يحضرون الجلسات، يقفون ضدها القرارات، وإذا بالقضية تمضي في طريقها إلى لحظة معينة، وإذا بمقتدى الصدر يخرج على الناس ويدعو أتباعه للانسحاب وتقديم استقالاتهم من البرلمان، وقدموا استقالاتهم، وكان الشارع قد بدأ يعني واضح عليه علامات الاستفهام، ما الذي سيجري بعد ذلك؟ هل انسحب الصدر وجماعة التيار الصدري من العملية كلها؟ هؤلاء استبشروا خيرا وفرحوا الإطار التنسيقي وبدأوا يتحدثون عن تشكيل حكومة وتشكيل واختيار رئيس جمهورية ويرشحون الأسماء، وإذا بهم يرشحون أحد الأسماء ويرفض جماعة التيار، وإذا بالتظاهرات تنطلق والمتظاهرين يدخلون إلى المنطقة الخضراء بكل يعني يسر وتيسير وترحيب، دخلوا إلى المنطقة الخضراء ودخلوا إلى المبنى البرلمان مجلس النواب الحالي، وبدأت
اعتصاماتهم داخل المنطقة الخضراء، وبدأت الخطابات وبدأت الإعلانات، هؤلاء يهددون، هؤلاء أيضا يخرجون التظاهرات تقف عند الجسر المعلق. وبالتالي كانت الخطوات تبدو مشحونة وتبدو تتصاعد يوميا باتجاه المواجهة. وإذا بيوم الاثنين يظهر الحائري، وهذا الحائري كاظم الحائري مرجع ديني شيعي، يقول مقتدى الصدر أن والده وصاه كي يتبعه ويسمع كلامه، وإذا به يخرج على الناس ليقول في إعلان أنه أنا اعتزلت المرجعية، وهذه حادثة لم تحصل سابقة، لم تحصل، لا يوجد يعني مرجع ديني يعتزل المرجعية بسبب كبر السن مثل ما قال أو لأي سبب آخر. ولو كان هذا حقيقي كنا شهدنا يعني مراجع عندنا في العراق بالنجف يبلغون يعني قريب 90 سنة ولم ينسحبوا من هذا. لو ما هذا قضية أخرى. المهم أنا يعني اعتزلت المرجعية الشرعية وما لي علاقة. طيب شرعيا، وإذا به يتحدث لغة سياسية في نفس الإعلان، يتحدث عن الحشد الشعبي، يجب دعم الحشد الشعبي واتخاذ كذا، والذهاب إلى طاعة خامنئي وتوجيهاته، والحشد الشعبي هو الأساس، ولا تخرجون عن الخروج عن المذهب، هذا يسمى كذا وكذا. وحتى لو كان صدري، وكان تهديد واضح لمقتدى الصدر بأنه ممكن نصفيك، يعني مهما كان نسبك ومهما كان انتمائك ممكن تصفيتك. وإذا بمقتدى الصدر في هذه اللحظة، يعني عندما أعلن الحائري يعلن اعتزال العمل السياسي واعتزال كل شيء وغلق مكاتبه إلا بعض المكاتب اللي يتحدث عنها المقرات، وإذا بالتظاهرات تأخذ شكلا آخر، تظاهرات الصدريين أقصد، وإذا بسرايا السلام تدخل بغداد، تنتشر في بغداد بشكل كبير، والأسلحة والسيارات المسلحة والمسلحين يدخلون إلى المنطقة الخضراء. و22 ساعة بدأت من الساعة 3 ظهر يوم الاثنين وانتهت الساعة 1 يوم الثلاثاء، 22 ساعة. هذه المرة 22 ساعة كان فيها يعني تبادل لإطلاق النار، صارت مواجهات بين أتباع يعني ميليشيا السلام التابعة للتيار الصدري وبين ميليشيات أخرى، أولها أمن الحشد، ثانيها لواء حماية برهم صالح اللي المنتسبين مالته كلهم من حزب الاتحاد الكردستاني القريب من إيران، هذا معروف عنه، وحماية المسؤولين ورؤساء الأحزاب في المنطقة الخضراء. يواجهون يعني ميليشيا السلام بالسلاح، وإذا بدأت البيانات عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى، مئات الجرحى وعشرات القتلى، وتتكررت نفس المسرحية مرة أخرى. تيار الصدري يدخل المنطقة الخضراء وسبق أن دخل، وتظاهر وسبق أن تظاهر، وانسحبوا ينسحبون على يعني ذكر لسان مقتدى الصدر بقصقوصة يسميها، توجيه بسيط كل انسحبت وعادت الأمور كما كانت كأن شيء لم يكن. وإذا بالتيار الجانب المقابل اللي هو الإطار التنسيقي يعتبر ذلك نصرا مؤزرا، وبدأت يعني التوجيهات وبدأت الإعلانات بأنه نصر، يصور الأمر على أنه نصر كبير وأنهم حققوا النصر وانتهت القضية، لأنهم سيستطيعون تشكيل الحكومة وتعيير رئيس الجمهورية وتعيير رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة والمضي في الطريق، وبدأوا يتحدثون عن الوطن وكأنهم فعلا وطنيين ورعاة وطن وليسوا يعني بلا إرادة وإرادتهم في إيران. وبالتالي في كل هذه القضية كانت إيران هي الحاضرة، هي من حددت الساعة الصفر، وهي من أنهت كل هذه المسرحية. وقت هذه الحلقة قد انتهى، سنكمل الحديث في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وسلم.